2020 تنظموا في ورزازات. جميع شروط النجاح متوفرة بإذن الله. 35 دولة ستشارك، ستناقش، سيكون لنا موعد مع إعطاء دفعة جديدة للسياحة التضامنية. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن على موعد اليوم مع انطلاق فعاليات ديال المنتدى الدولي للسياحة التضامنية في دورته الثامنة، لكي يعني يجمع أكثر من 500 فاعل ومهتم وباحث فيما يخص السياحة التضامنية من 35 دولة ومن مختلف مناطق ديال العالم، 5 ديال القارات ممثلة هنايا في ورزازات. الهدف منه هو انه تدارس ما يتعلق بالسياحة التضامنية في المجال ديال الواحات. كنعرفوا بلي انه الواحات مازال يعني هش، وبهذا الاطار هذا تنظمت 4 ديال القوافل يعني الرشيديه وتنغير وزاكوره وورزازات للوقوف عن كتب على الواقع ديال الواحات والاكراهات والاشكالات اللي كاينه، ولكن كذلك بالمقابل الوقوف على واحد العدد ديال الانجازات اللي تنجزت على ارض الواقع. نحن اليوم على موعد مع الجلسه الافتتاحيه لهذا المنتدى اللي غادي يستمر من 28 الى 30 من طبيعه الحال يناير، ومن طبيعة الحال غادي تكون فرصة للتباحث وتقديم التجربة المغربية اللي هي رائدة في هذا الاتجاه، حيث أنه المغرب قدم وقطع أصوات كبيرة جدا ومهمة وراكم تجربة من طبيعة الحال في هذا المجال. ومن شأن أنه هذه المداخل الاقتصادية لتعزيزها، المدخل ديال التنمية من طبيعة الحال مرتبط بالسياحة التضامنية بواحد الشكل كبير جدا. غادي يكون تتويج هذا المنتدى بالإعلان ديال الورزازات اللي فيه نداء للفاعلين المحليين، الفاعلين المؤسساتيين، الفاعلين ديال المجتمع المدني، المنظمات الدولية، من المزيد من تضافر العام الوكالة الوطنية لمناطق الواحات وشجر الأرقان، فرص التنمية اللي من طبيعة الحال غادي تجعل هذا المناطق ديال الواحات يعني تلعب الدور المنوط بها وتجعلها يعني ان واحد الجذب للسياحة، ولكن واحد الجانب ديال الاستقرار الساكنة فيها.